بل تساعدنا في تحقيق هذا الهدف واستغلال وجودها هنا لإيصال صوتنا إلى شرق العالم وغربه من خلال القوة الناعمة لتحطيم الأرقام القياسية. ما نريد تسليط الضوء عليه هنا اليوم أيضا هو تشجيع وتحفيز المصريين. نريد أن نشجعهم ونحفزهم للثقة بالنفس، خوض غمار التحدي وتحطيم الأرقام القياسية أفرادا كانوا أم مؤسسات.